خلونا نذهب إلى موديرنا. وموديرنا الشركة الأمريكية النهاردة كنا سمعنا طبعا إن فايزر أعلنت منذ أيام، والستوك ماركت نط وقفز قفزات ضخمة جدا. النهاردة موديرنا الشركة الأمريكية قالت إن النتائج الأولية للمستوى الثالث من التجارب السريرية أظهرت فعالية الفاكسين الذي تعمل على تطويره بمعدل 94.5. خلونا نفهم بقى هو احنا في انهي مرحله، هو ليه الاعلانات عماله تتوالى. الدكتور اشرف حاتم وزير الصحه الاسبق وعضو لجنه الفيروسات الكبديه، دكتور مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا، اهلا بيك. يعني اشرح لنا بقى اولا فايزر ثم موديرنا، هو في حاجه ولا هم يعني فجاه بعد الانتخابات، بلاش نظريه المؤامره، بس ما بعد الانتخابات الامريكيه فجاه كل الشركات الامريكيه بتعلن، ولا لسه، ولا فعلا، ولا بيرفعوا اسهمهم في البورصه، ولا هذا هو التطور الطبيعي للتجارب السريريه؟ لا، هو ده، يعني ده التطور الطبيعي للتجارب السريريه، لان هم بيشتغلوا في التجارب السريريه دي بقالهم فتره. احنا زي ما يعني عارفين ان احنا عندنا حوالي 7 انواع من الفاكسينز، من الطعوم، هتبقى موجوده لحد اخر عام 2020، هيعلن عنها تباعا يعني خلال اسبوع او اسبوعين بالكثير. استرازينيكا اللي هو الفاكسين بتاع اوكسفورد، بتاع جامعه اوكسفورد، هتعلن عنه برضو. وامريكا برضو في واحد تاني، وفي 2 فاكسينز روسي و2 فاكسينز صيني. فكل ده هيتعلن خلال الفتره القادمه دي. فده تطور طبيعي للتجارب السريريه اللي هي كانت ماشيه خلال 6 اشهر اللي فاتت. ايه الفرق بين الفاكسينز يا دكتور؟ يعني بين فايزر وبين موديرنا مثلا؟ هم قريبين جدا من بعض، لان هم دول نوع من الفاكسين اسمهم ار ان اي فاكسين، اللي هو فاكسين لاول مره بيتعمل على الحمض النووي نفسه. فبس الفرق ان موديرنا هو اسمه ميسنجر ار ان اي، بيشتغل على بيحفز المناعه بتاعت الجسم انها تقاوم الفاكسين. نوعين بيتاخد على مرتين، مره ثم بعد 28 يوم مره ثانيه. لكن الفرق ان الفاكسين بتاع فايزر رغم ان نتائجه كان فوق 90%، في عنده مشكله في التخزين. التخزين بتاعه كان لازم ماينس 70، اللي هو يعني الهايبر بيسموه ايه، هايبو، اللي هو التخزين في درجه بارده. أيوة، جدا. ايوه، اقل من ماينس 70، وماينس 70 ده طبعا مشكلته في النقل كمان. يعني انا لو عندي احنا عندنا مثلا في مصر ثلاجات في 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 فاكسيرا، وفي المركز القومي للبحوث، وفي بعض الجامعات في في الثلاجات اللي ماينس 80 حتى. لكن في النقل بقى بين بالطيارات او النقل بالعربيات، هو ده ان نلاقي الثلاجه اللي ماينس 70 دي. موديرنا الطعم بتاعها ممكن يبقى موجود في الثلاجه اللي هو من 2 ل 8 درجه مئويه، وممكن تحط في الثلاجه العاديه. فده كده موديرنا احسن شويه يعني. فكده ده فتح طبعا احسن في النقل، بالذات في الدول من امريكا لدول اخرى. فعشان كده هم متوقعين ان بتاع موديرنا يبقى الفتح فيه احسن كتير قوي من فايزر. هل دلوقتي هم هيدخلوا برضو يحاولوا ياخدوا ترخيص الاستخدام الطارئ او الامرجنسي يوسج؟ هم خلال اسبوع هيقدموا للاف دي اي، الدواء والغذاء الامريكيه، عشان ياخدوا الامرجنسي لايسنس ان هم يقدروا يبتدوا يبقى موجود في السوق. وطبعا برضو اللي هيطعم هم الفرق الطبيه، الاشخاص اللي فوق ال 65 سنه، اي حد عنده يعني امراض ممكن يكون عنده عوامل خطوره، والفرق اللي بيسموها الامنيه اللي هو زي الجيش والشرطه وكده. طب انا اسفه دكتور اشرف حاتم، انا اسفه على ابقائك على الهاتف، بس يعني انت عارف مصر كلها مستنيه المنتخب ويطلع محمد صلاح والنني، الاثنين المحترفين، عن يعني 2 من المحترفين عندهم كورونا. ده موضوع بيضايقنا جدا بصراحه. لا، ربنا ينصر مصر، وان شاء الله تكون هم غالبا ده اسيمتوماتيك كارير، يعني اللي هو يبقى ما عندوش اعراض ويخف على طول ان شاء الله. صحيح يا دكتور، كويس ان انا اسال حضرتك. يعني مش بيبقاش عندهم اعراض، ده اسيمتوماتيك، يعني بيبقى موضوع غريب جدا. لا مش غريب، هو اغلب الحالات بالذات الشباب، هم دول شباب ورياضيين وكده، اغلبهم بيبقى الاعراض يا اما بسيطه جدا يا اما اسيمتوماتيك خالص،
مشكلتهم ان هم ممكن يكونوا هم بينقلوا العدوى، فعشان كده بيسموهم كارير. ممكن. لكن طيب. لكن هم يعني طالما ما عندهمش اعراض خالص كده ربنا يشفيهم، وعشان كده كمان العزل بتاعهم ما بيبقاش لمده 14 يوم، هو ممكن يبقى 7 ايام بس ويعيدوا المسح. ويعيدوا المسح. اخر سؤال ليا عايز اساله لحضرتك عن تفاهمات مصر وعشان كيف نحصل على هذا الفاكسين، بنحصل عليه من جافي، بنحصل ازاي نقدر نحجز حصتنا من الفاكسين بشكل يعني احنا بنكلم شركه مثلا فايزر موديرنا استرازينيكا ولا بنعمل ايه؟ لا هي طبعا الدول بتشتغل عن طريق جافي اللي هي التحالف الدولي للتطعيمات اللي هو تابع منظمه الصحه العالميه، ومن اول يوم كانت الدوله كانت تعاقدت مع شركه استرازينيكا على حوالي 30 مليون جرعه للفاكسين اللي هو الانجليزي. واما اما اما برضه ظهر تعلن والاف دي اي ادت موافقه لفايزر، برضه في برضه تعاقد مع فايزر عن طريق جافي برضه. وطبعا التطعيم اللي هو الصيني اللي كان بيتعمل عليه كلينيكال ترايل في مصر ده، لو ثبت الفعاليه بتاعته هيبتدي يتصنع في مصر. ده اتفاقيه بقى بين دوله الصين مع ايه مع الحكومه المصريه ان هو يتصنع في مصر واللقاح في معامل تكسير عندنا في مصر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف حاتم. حضرتك لسه يعني خلاص كسبت في الانتخابات مش كده يا دكتور؟ مبروك. الحمد لله. سياده النائب مبروك. يعني انا ببقى فرحانه بالفرد اللي بينزل يكسب كده يا فندم يعني. الله يخليك. الف مبروك دكتور اشرف حاتم النائب في مجلس النواب وطبعا وزير الصحه الاسبق عضو لجنه الفيروسات الكبديه. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.